بين هالسنة مثل كل مرة بيكون في مناسبة تجمعنا إنه نلتقى كلنا سوا بهالمكان بالذات، يعني بستوديو فيزيون وستوديوات الام تي في، لأنه هيدا بيتكم ولحتى اللي نطلق شبكة برامج السنة الجديدة. رجعنا رجعنا الله معنا وصوته للحر يسمعنا، نحن الصورة نحن الكلمة نحن للحر معنا. الشيء المهم اللي بدي اقوله السنه انه نحن شبكه البرامج اللي عم نطلقها السنه هي تحدي، نوع من تحدي، لانه بتعرفوا كثير منيح الظرف اللي قاطع فيه البلد، ظروف كثير صعبه، بس هالشيء ما رح يخلينا نتوقف عن استمرار بانتاج البرامج، وخاصه انه اليوم 7 أيام على 7 رح يكون عندنا برامج محليه. يعني هذا مجهود كثير كبير لفريق عمل ام تي في وستوديو فيزيون اللي بنوجه لهم تحيه اليوم، وبدنا نوعدكم بالأفضل أكيد، وهيدي إذا بدكم طريقتنا لنحنا نساهم بهالبلد اللي نحنا مؤمنين فيه ورح نستمر فيه.